طيب بالمستوى اللي حاليا انت واصلت له، تحسين انه انت حققتي من اللي ببالك، ولا بعد عندك فد اشياء ما حابه تحققيها بالمستقبل او تطوريها او تعملين عليها بصوره صحيحه؟ هذا السؤال كثير سألني أول البحر، يمكن هذا السؤال هم إجاني من ناحية إنه منار شنو طموحك وعندك طموح معين تتوقفين عنده لو لا وصلتي بعد يعني حلمك بعد شنو تريدين. نعم الطموح ما ينتهي عند فترة معينة صراحة، اللي كل يوم جديد، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم حياة جديدة، فبنفس الوقت ما عندنا فد رينج معين إنه أو فد مدى معين اللي هنا أنا توقفت يعني وأسكت. لا بالعكس، إحنا سامعين كثير يمكن إنه الناس كبار بالعمر حققوا، ماكو شيء مستحيل يعني، حققوا المستحيل يعني ووصلوا، فبالتالي ما عندي فد يعني مدى معين اتوقف فيه. بالعكس انا اشوف هذا الشيء هاي بدايه، هاي بالنسبه لي تعتبر نعم اي يعني بدايه، ما زلت استمر واقدم الافضل يعني. طيب هي هسه القناة انت مثل ما ذكرتي قلتي انه انشر بها معلومات نعم عامة او طبية وايضا معلومات بتخص الدراسة او اختصاصك بالدراسة، حابة تنزلين بالمستقبل اشياء غير هذا الاشياء اللي تنزليها شوف، ما اشوف نفسي بغير مجال او فد صراحه. نصائح للبنات اللي بعمرك؟ اها يعني ممكن اطلع هيش موضوع ترفيهي يعني من ناحيه موضوع خارجي، بس تعرف تضيق الوقت يعني، هذا اشياء انشرها مرات على الانستغرام كستوري بسيط سريع، بس من ناحيه مواضيع جديه، مواضيع طبيه، نصائح طلاب، كلها موجوده على قناه اليوتيوب، يعني ما اشوف نفسي انه ادخل بغير مجال مو مجالي، او يعني تعرف وقت طيب ضيق ودراسه. برأيك منار، بما أنه أنت شابة وبداية عمرك، برأيك ليش بعض البنات أو حتى الشباب بالوقت الحالي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة الخاطئة؟ برأيك هو سوء الثقافة أو التفكير، أو أنه مثلاً ماكو مراقبة من الأهل أو من الأشخاص اللي أكبر منهم من العائلة، أو أنه أصدقائهم هم اللي جرفوهم لهذا الطريق أو لهذا المحتوى؟ برأيي شنو السبب اللي جاي يخلي الشاب أو البنت إنه ينشر أشياء مو بمحلها وتسيء إلى وتسيء لشخصيته وتسيء للمجتمع أجمع بصورة عامة؟ من اشتريت انت موبايل معناها انه انت دخلت بعالم كلش كبير وكلش واسع، عالم يا اما انت تروح للايجابيه من خلاله وتوصل للقمه، يا اما يجرفك للهاويه وتروح بيها انت كانسان وتفقد حياتك. نعم وسامعين كثير عن مواقف وقصص يعني من هاي الناحيه، سوء استخدام الانترنت مثل ما ذكرت ثامر، انه كثير من العوامل اللي اثرت على الشاب يعني انه يستخدم مواقع التواصل بصوره خاطئه، تربيته يعني، او انه هو ما عنده فد شغل او ما عنده فد عمل، او انه يحب يفرغ طاقته بمواقع التواصل، يحب يصادق، يحب يكون علاقات، يعني كثير عوامل. بس اشوف انه لازم اكو هدف معين من خلاله انه يستغل مواقع التواصل الاجتماعي، نعم يعني سواء كان بموهبه، انا بصراحه احب او اصلا انا عازفه جيتار وعندي تعلم لغات، هذه اكثر موهبتين يعني احبهم، نفس الوقت دا استغل مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم هاي الموهبتين يعني، واحب اشوفها للناس. ومرات اشوف كثير ناس عندهم موهبه الرسم، حرامات تندفن، موهبه الغناء، موهبه العزف، يعني انت عندك موبايل فاستغله بصوره صحيحه، قدم نصائح، قدم موهبتك للناس، ورجيهم الاشياء اللي تحبها، فبهذا الشكل تعمل ايجابيه، شيء فائده. من انا افتح موبايلي اشوف شيء بفائده، اطفي استفدت من كذا موقع، من كذا شخص، يعني اشياء. فهذا اللي احب اوصله للناس، انه انت عندك هدف، وحرامات انه الانسان ما عنده هدف بالحياه، لازم يحدد ويقعد ويا نفسه شنو الهدف اللي من خلاله انولد بهاي الحياه. فعلا واحسنتي طبعا يا منار، اكيد انت مثال للبنت العراقيه الطموحه اللي صاحبه مواهب متعدده الصراحه، يعني بالاضافه الى انه انت اختصاصك او اختصاص دراستك جدا صعبه ويراد له وقت كثير للدراسه، لكن انت مسويه جدول او ماشي على لاين معين تمشين بيه من خلال الدراسه او من خلال القناه او من خلال حتى عزفك للجيتار او تعلمك للغات.